تخش على فريق كوره، فريق الكوره تدعيمات بالجمله يعني، مش بالجمله يعني عدد كبير، بس عدد كبير من اللاعبين الكبار الموهوبين اللي لهم اسماء في الدوري المصري وفي الكره المصريه. يبدو كده من الوهله الاولى تحس ان البنك الاهلي داخل الموسم ده بطموحات مختلفه. انا اتفهم السنتين اللي فاتوا بتخش بشكل تدريجي، بس السنه دي انا تصورت انه في طموحات مختلفه. تصور صحيح؟ اه طبعا دي حقيقه 100%. احنا من ساعه ما صعدنا للدوري الموسم قبل الماضي كان عندنا خطه في التدرج في الطموح. يعني الحمد لله السنه الاولى دوري ممتاز، قدرنا ان احنا نحافظ على وجودنا ضمن الكبار. السنه الثانيه اللي هي اللي فاتت قدرنا ان احنا نعمل موسم كويس جدا، يعني انتهينا مفنشين المركز السابع، وكان ممكن ان احنا نبقى سادس او خامس لولا بعض المباريات اللي هي يعني انا من وجهه نظري ان هما الفريق واللعيبه استسهلوا. لما تبقى غالب 2-0 وتتوقع ان الماتش خلص، ده بيؤدي في النهايه لان انت النتيجه بتتغير. صحيح. وده اللي حصل يمكن معانا في 3 مباريات بالتحديد. صحيح. 3 مباريات ب6-7 نقط كان ممكن ان احنا مفنشين ب46 نقطه. حقيقة. مع 7-8 نقط كان ممكن نوصل لنقطه 54-55، كان ممكن نبقى يعني سادس او خامس. خدنا اتعلمنا من الدرس، واتكلمت مع الجهاز الفني واتكلمت مع اللاعبين، وان شاء الله يعني احنا نقلنا الطموح بتاع الاداره للجهاز الفني ونقلناه للعيبه، وهم مستوعبين الطموح جدا وحاسين ان احنا قادرين ان احنا نحققه، اللي هو ان شاء الله المربع الذهبي، ويبقى لينا فرصه في الكونفدراليه باذن الله.